بكاء بركان الغامدي على وفاة ابنه الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مشهور سناب شات بركان الغامدي وفاة ابنه الكبير أحمد، حيث ارتسمت ملامح الحزن على وجهه وانهمرت دموعه لحظة إعلان وفاته. سائل الله عز وجل أن يرحمه ويغفره ويدخله فسيح جناته، حيث قال: اليوم توفي ابن الكبير، الله يرحمه، الله يجبر قلبي. وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا المتابعون للمتوفي بالرحمة والمغفرة. وتساءل البعض عن سبب الوفاة وكم عمره، وأجاب أحد مستخدمي تيك توك عن عمره مشيرا إلى أنه توفي عن عمر يناهز 18 عاما، ولم يذكر إلى الآن سبب الوفاة، كما لم يشير والده عن أي تفاصيل منذ نشر فيديو الوفاة. الله يرحمه ويغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.